فيها في الوقت الإضافي، شفنا المنتخب الجزائري يضغط وبعد ذلك يرجع للدفاع، فيها متغيرات كثيرة، كيف كانت بالنسبة لكم اليوم؟ كما قلت لك مباراة قوية، فريقين كنا مستوى كان عالي في المباراة، الحمد لله يا ربي وين جات مباراة مليحة وين أدينا اللي علينا الاثنين، ورد لك المنتخب قطر وإن شاء الله نفرحهم إن شاء الله فينا. المباراة القادمة أمام المنتخب التونسي جاهزين للمباراة؟ جاهزين للمباراة إن شاء الله. كل التوفيق كل التوفيق.